السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه سقراط، بتقول له على الهدف بتاعك ويبدأ يقسم لك الهدف للمراحل ويساعدك في ان انت تتخطى مرحلة مرحلة من المراحل. يعني عايز مثلا تعمل الشركة بتاعتك، عايز تتعلم حاجة معينة وهكذا، هو بيبدأ يعمل لك طريق ورحلة تقدر تمشي فيها من خلال الذكاء الاصطناعي. كأنك رحت مثلا لشات جي بي تي وقلت له انا عندي هدف ان انا بكون قوي في الانجليزي، فايه الخطوات اللي انا لازم اعملها عشان ابقى قوي في الانجليزي، فيبدا يمشي معاك خطوه خطوه، لكن انا بيسهل لك الموضوع، خلاك بشكل اسهل. فانت ممكن تقول له انا الهدف بتاعي مثلا ان انا ابدا في البيزنس بتاعي، فهو يبدا يديك مراحل بتاعه البيزنس. تمام، انت بقى بتتكلم معايا بتشات، تمام، هو واحده واحده بيبدا يفهم الهدف بتاعك ويفهم الشخصيه بتاعتك ويبدأ يديك النوت البداية بتاعتك. انت معاك مثلا 100 جنيه والهدف بتاعك يبقى معاك 1,000,000 جنيه، فيبدأ ان هو يمشي معاك خطوة خطوة ويبدأ يتأكد ان انت كل مرحلة وصلت فين في الاهداف بتاعتك. وتقدر تعمل مع شات زي شات جي بي تي، وتقدر تكلمه بالعربي وبالانجليزي، مفيش اي مشكلة خالص. اريد ان اتقن الالمانية. فسقراطس يبدأ بقى يتكلم معاك. تمام، دي مثلا الستارت اب بزنس، هتبدأ خطواتها هي، تمام، وهي برايفت وممكن تحولها ان الناس كلها تبقى شايفاها. لو من خلال الأسئلة هيبدأ يفهم ان مستواك فين وهتبدأ ازاي والهدف بتاعك وكل حاجة. طيب خلينا نقول له ان احنا عايزين نبدأ حاجة جديدة، فبيقول لي زي ايه. ممكن تكتب له هنا او ممكن تختار حاجة من دول. تمام، مثلا عايز تبدأ بودكاست مثلا، مثلا وتشوف بقى، حط له ستارت. ونبدأ نشوف الخطوات ويبدأ هو يتابع معاك لحد ما تحقق الهدف بتاعك. وهو هنا ستارت بودكاست، انت موجود في نقطة زيرو، هيفضل معاك حتى توصل المية. طب ايه نقطة زيرو بالنسبة لك؟ طب تعرف الهدف بتاعك. طب ابدأ جاوب على الأسئلة بحيث يبدأ يحط لك خطة مخصوص ليك انت، مش خطة عامة للناس كلها. تمام، ويجيب لك ملحوظات وأهم الأخطاء اللي وقع فيها الناس اللي حاولوا ومكملوش، فيديوهات تساعدك ان انت تبدأ البودكاست بتاعتك. تمام، في نوتس كتيرة ممكن انت تكتبها، فهو بيساعدك في تحقيق الأهداف بشكل حلو أوي من خلال الذكاء الاصطناعي ومن خلال إن هو يتعرف على الهدف بتاعك. وممكن يقول لك لأ، ده الهدف مش واضح، لأ حاول تخليه دقق فيه أكتر.